حكم لبس الملابس التي لها كم فوق المرفق، وما حكم الكم الذي تحت المرفق بقليل؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تلبس الملابس الباطنة التي تستر ذراعيها وكفيها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. أما بالنسبة للرجل فلا بأس أن يلبس لباس قصير الكم أو الطويل الذي يصل إلى الرسل أو الجنبين أو يقصر عن ذلك إلى نصف الذراع أو إلى المرفق. الرجل لا بأس أن يلبس اللباس القصير الكم ما لم يكن في هذا تشويها أو يكون في هذا شيء من الشهرة. جزاكم الله خيرا.